مرحبا بكم. وصلت إلى العاصمة الأيسلندية صباح اليوم وجئت مباشرة إلى المقر الرئيسي لشركة CCP. هذه الشركة هي إحدى أهم مطوري ألعاب الفيديو في العالم. اشتهرت بإنتاج لعبة إيف أونلاين، وهي التي يستخدمها أكثر من 60,000 مستخدم في أي لحظة. ولكن كيف تبدو هذه الشركة من الداخل؟ وكيف تسير وتيرة العمل لإنتاج عمل برمجي وإبداعي ضخم كهذا؟ أهلاً، أنا اسمي ستيفانيا هالدورس دوتير، وأنا المدير العام لشركة CCP لألعاب الكمبيوتر في أيسلندا. مرحباً بك هنا. هذا هو مكتبنا الرئيسي، حيث نقوم بإنتاج اللعبة الرئيسية إيف أونلاين. كما ترى هنا، لدينا الفريق الفني الذي يعمل على هذه اللعبة لإنتاج المركبات الفضائية والمجرات، وكذلك كافة المعدات التي تحتاجها اللعبة. لدينا أيضاً فريق البرمجة. ما الذي تحتاجونه لخلق هذا العالم المتسع، فضاءات متسعة؟ ما هي المهارات وأيضاً التكنولوجيات التي تستخدمونها؟ هذا يحتاج للكثير من الأشياء. إن لعبة إيف أونلاين موجودة في السوق منذ العام 2003، وقمنا خلال هذه الفترة بتطوير اللعبة وتوسيعها وإصلاح اللغة البرمجية. يعمل معنا أكثر من 100 مطور على هذه اللعبة التي تعد أكبر منتجاتنا. نحن نسمي لعبة إيف أونلاين بالواقع الافتراضي، ويستطيع المستخدمون أن يلعبوا سوية ويقودون المركبات الفضائية وهم قادرون على ابتكار قصة اللعبة. أعلم بأنكم تعملون على عدة خيوط، منها الواقع المدمج، هذا ليس قابل للكشف حتى الآن، ولكن ما الذي يمكن أن نراه في غرفة لاختبار الألعاب؟ أستطيع أن أريك لعبة أطلقت خلال الأسابيع الماضية. إن لعبة سبارك، أحد الألعاب التي كنا نعمل عليها، هي واقع افتراضي لكافة أنحاء الجسم. إنها تشبه الرياضة، وأريد أن أريك إياها. إذن هذا هو مختبر الواقع الافتراضي، وفيه نختبر ألعاب الواقع الافتراضي التي نصدرها في CCP. وإحدى الألعاب التي نعمل عليها تدعى سبارك، وهي لعبة صادرة عن استوديو في مدينة أتلانتا. تم إطلاق اللعبة لتكون على منصة بلاي ستيشن، وهي تستخدم حركة كافة الجسد. أنت تشاهد الخصم داخل نظارة الواقع الافتراضي التي ترتديها وتلعب ضده، وكأنه أفاتار، من خلال رمي أقراص ضد بعضكم البعض، وتدافع عن نفسك باستخدام جهاز تمسك به في يدك. إن الجزء الأكبر مما أقوم به هو أخذ الفكرة من المصمم، ووظيفتنا هي تطبيق هذه الفكرة في اللعبة. مثلاً، يمكن أن يقول المصمم إنه يريد هذه النتيجة عند ضغط المستخدم على هذا الزر، ووظيفة المبرمج أن يجعل هذا الأمر ممكناً، ونحن كفريق من المبرمجين والمصممين والمهندسين نقترح الأفكار. أولاً، نبدأ بوضع الأهداف ونضع شروطاً للنجاح. نحن نحاول وضع هدف استراتيجي للعبة أو عناصر محددة في اللعبة دون الدخول في تفاصيل كيفية تحقيق ذلك الهدف. هذا يعطي فريق المصممين الخاص بي لتطبيق أفكارنا ومفاهيمنا طالما أنها تتوافق مع ما نسميه شروط النجاح. نقوم بتقديم المنتج وفقاً لهذه الضوابط، وهذا ما نقوم به. ثم نقوم بوضع هذا في وثيقة يستطيع المبرمج فهمها، وهي قائمة من القواعد التي تنظم تصميم وعمل اللعبة، وكيف تتفاعل عناصر اللعبة مع بعضها، ماذا يشاهد المستخدم في كافة مستويات اللعبة وتجربته. ننظر في الجانب التقني ومنطق الأمور، وأيضا نفكر بما سيشاهده المستخدم وكيف يتفاعلون مع اللعبة وكيف تعمل العناصر المختلفة. الأمر المهم عند صناعة لعبة فيديو في الواقع الافتراضي، سواء لأجهزة
الكمبيوتر أو أحد أجهزة ألعاب الفيديو هو أنك تقوم بوضع قواعد للعالم الافتراضي الذي تقوم بخلقه بشرط أن تكون هذه القواعد مستمرة، ما يساعد اللاعبين على الاندماج في اللعبة، وعلى صانع اللعبة أن يسعى قدر الإمكان إلى عدم تعكير هذا الاندماج. إن اللاعبين يرغبون في أن يشعروا بأنهم جزء من عالم حقيقي، لذلك يجب أن نتأكد من أن كل شيء يبدو منطقياً. إذا قاموا بعمل شيء فإنهم يحصلون على ردة الفعل التي يتوقعونها. تنتج هذه الشركة إحدى أكبر ألعاب الفيديو على شبكة الإنترنت. هم يضعون الخطة وأيضا يقومون بتصميمها، ويقوم المبرمجون بوضع الشفرات البرمجية لتنفيذها. هو عمل طويل ومضني، ولكن هم يأملون أن تتحول هذه اللعبة وهذا الواقع الافتراضي المتخيل إلى عالم نعيش فيه ونتمتع به ونتنافس مع بعضنا بعضاً.